هلا السلام عليكم، معكم محمد. اليوم يجينا ورجعنا بحلقة جديدة من بيبل بلاي جراوند، وحلقة اليوم حنركز فيها على الأسلحة أو آلات التعذيب بالتحديد. في عندي شغلات جديدة، وقبل ما نبدأ طبعا حاب أعرفكم على أدوات التعذيب اللي حنستخدمها أو الأدوات اللي حنجربها على بوس. ممكن بوس يتفرج عليها هيك ويقرر يعترف قبل ما يتعذب، ما بعرف. عموما في عنا البير تراب أول شيء، بعدين في عنا هاي المطرقة الكبيرة اللي مفروض تكون انرجي هامر، الصراحة ما بعرف اي شيء عنها لسه، بس شكلها كتير قوية. في عنا تايزر، بعدين في عنا هدول الاسلحة كلهم طبعا مرتبهم من اضعف واحد لأقوى واحد بيناتهم، بس توصل لهون اتوقع الموضوع حيكون كتير صعب لحتى اللي تعيش. لانه هون في ماشين جان، في هدول التنتين اللي صراحة ما عندي اي فكرة شو كان يساوي، بس شكلهم كتير قوي. في عنا الميسايل لانشر اللي بيطلق صواريخ، بعدين في عنا منشار، في عنا فريزر، مو فريزر تبع دراغون بول، فريزر عادي. وفي عنا آلة عذاب تبعية المي من غرقوا فيها، وفي عنا مايكرويف، واخر شي في عنا هالشي الصغير اللي هو الديث نوت. فلو ما زبط اي شي بنوب حنروح على الديث نوت، حنكتب اسمه بالديث نوت، ولو عاش من الديث نوت معناته جي جي. بس كبداية هات لحتى نبلش بالبير تراب، حسميك عبسي. عبسي الله يعينك على الحياة اللي حتصير معاك، وحط رجلك. ما سويت لأي شي للرجله ديب، وضعه لسه 10/10. هات لحتى احطها على راسك. لازم اعكسها، استنى شوي، ما عم تنعكس، حط راسك فيها. اوه شيت، من اول وحدة قطعت راسه. والهاي كانت سريعة، يرجع يجربها مرة ثانية، ليش هيك كتير قوية؟ اوكي ليش هيك كتير قوية؟ واني فهمان. استنى دقيقة، لو حطيت روبوت وحطيت عليه البير تراب، حينقطع راسك؟ ديب، والله قطع راسه. خيبة، استنى كان في واحد كتير قوي بين هدول البشر، هالزلمة. صح هالزلمة كان كتير كبير كمان. هات لحتى لي اجرب احط راس الزلمة هذا الكبير على اساس جوات هاي. حينقطع راسك ولا لا؟ حط راسك، حط راسك، ليش خايف؟ لا تخاف. وين ما سويت شي زيادة بس كمشت له شعره. هالزلمة كمان كان مدرع. اوه ما بنقطع راسه، بدي احاول افك له اياها. فكت؟ لا ما مفكت. اوكي خيمة بس تمسك رسمية ما بتترك الزلمة. God damn. اوكي هاي مستحيل تفك عنك، مع السلامة. والاول واحدة كانت قوية بما فيه الكفاية. هاي المطرقة المفروض تكون تشارج او باور هامر، بدي اجربها على الارض. او خيبة. الزلمة اختفى، خليني اجيب واحد تاني. لو ضربتك برازك. God damn. وين راح؟ بس نسيت اسف بالغلط، نسيت عايش، نسيت عايش الزلمة. استنى ما بسوي هذاك الدامج، بس ممكن لانه قاعد دامت، ممكن مع قوة الحركة ومع الحركة السريعة تصير الضربة اقوى لانها تشارج صح، فهات لعدا يسوي لها تشارج محترم وبعدين هوب. اوكي ما تفرق ابدا، هوب ما تفرق، الزلمة اللي لسيته عايش. والله كفو، اقل شيء عايش من تاني واحدة. والتيزر ما بعرف التيزر رح يشتغل هيك. التيزر ما بيساوي شيء، كنت متوقع كان احسن من هيك. كربت له مخه ديم. طفى الزلمة، رجع عيش. لا هلا مات من جد. الزلمة العادي رسميا بتبهدل من هاي. هالزلمة كان ضد رصاص، بس لأي درجة ضد رصاص صراحة ما بعرف. عم تنزل من الاتش بي تبعه. والله ما عم تنزل اي شيء بنوب. هاي البستل ما هو قوي، خلينا نجرب البستل اللي بعده، اتوقع انه هذا حيكون رشاش، جرب توقع. لا، ما كان رشاش. ابدا ما هو رشاش. ولها شكله اقوى من هداك. طيب. حفر لك راسك، بس ما سوى له دامج لراسه. اوكي عم تفرج الزلمة لورا اكثر. بس لسه ما سوى له دامج، مجرد شغلات خارجية ما عليكم. انا بدي افهم كيف راسك هيك وما فيك دامج بنوب ابدا. والله واقف كمان، عم يطلع على السلاح وعم يوص عليه. رجال كفو. استنى لو خليتها الاي ار هيك يلف اسرع. اي والله يلف اسرع ديم. ما توقعت هالشي. والله بده يمشي اكثر. تنح الزلمة. لا. بس نسيته ما عم يسوي هذاك الدامج، توقعت هالاي ار الصراحة يسوي دامج. اوكي خلينا نقرب مرة ثانية على الاسلحة هذول. اي كي عادي، هذا صوته صراحة فنان، عم يسوي دامج اكثر. في اتش بي تبعه عم ينزل، يعني هذا تحت الضغط ممكن بيقتله. هات انا اجرب. يب بيقتله.
عم اقتله. كمان اول واحد قتله. اول سلاح السلاح اللي بعد الاي كي. هذا نفس الشيء؟ نوب ابدا نوب. شو عم يصير هون؟ اوه هذا وصل لهون. روح نلعب من هون. ايش هلا اي كي معدل. قبل شوي جربنا الاي كي والاي كي قتله، بس هلا هذا اي كي معدل. اوه والله عملته. ليه ما عم يسوي دامج بسرعه كمان؟ بس استنى شوي، هذا حيقتله بس ما بدي اياه يموت انا الزلمه هلا بسرعه. بما انه الاي كي بيقتله والاي كي المعدل بيقتله كمان، الاي ار ما قتله بس الاي ار المعدل نوب ولا شيء بنوب، معناته بس الاي كي بيحسن يقتله، السلاح الوحيد اللي بيحسن يقتله. هذا الاي كي كان بعدها دنك الاسلحه فما بعرف الصراحه اوته. ها هو بألف مره خيبه، على شكله اي كي بس شوت جن. شوف الرصاص اللي عم يطلع كيف، سوبر شوت جن. ولا اقل شيء كان مكتوب سوبر شوت جن. ديب ما توقعت هالشيء خيبه. استنى بيطير راسك؟ لا ما بيطير راسه. انت كيف عايش؟ بل ما حيتم عايش فتره طويله. موت. السوبر شوت جن كثير قوي. هلا بنرجع على الاسلحه الغريبه، ماشين جن. اتوقع انه هذا حيقتله. استنى اعطيت ثلاثه منكم. بطنه ضربه بطنه ما عم يساوي له شيء كثير، بس لو تطلع على الراس اتوقع هون ببلش الشغل. يوب استنى لو جيتك من فوق راسك. اوه من فوق راسه بيتبهدل، بس بهالشكل اللي هو من قدامه دغري خيبه. كميه الرصاص الموجوده بهالمشين جن مو طبيعيه، ما بيسوي له اي شيء بنوب. لازم يجي من فوق، لازم رسميا اسبحه. هالسلاح كان غريب. اوه خيبه خيبه تقطع. لا عمسي عمسي تقطع، عمسي رسميا تقطع. وات شو هالسلاح؟ قاعد ديم وبيلحقه. استنى ضربت هيك طلع عم يروح عليه هيك. لا ما صابه. في واحدة عم تحاول تروح لعنده، ها سلاح كثير قوي. فجر لي المسايل، فجر لي المنشار، فجر لي الفريزر، والتبعية المي لسيتها شغالة، والديث نوت لسيته موجود، الميكرويف طار. اهلين هذا لسيته موجود هون، شو عم تطلع انت؟ استنى بيقتله؟ والله بيقتله. خيبة. اللي بعده المسايل لانشر، اتوقع انه حيكون كثير قوي. او ديم وين رايح؟ اي هذا هو، رجع عليه رجع عليه. خيبة وين راح؟ وين صار الزلمة؟ زلمة تبخر. اوه في زلمة هون. اضرب واحد لفوق. على الاغلب حيرجع عليه. نوب راح السقف مرة ثانية. لا هذا هو راجع عليه. حلو. حط سلو موشن. ما مات. الزلمة ما هو ميت. اوه هذا واحد كمان واقف، كم واحد هون؟ تو هذا راس واحد. راس واحد ثاني. عم اتعرف عليهم كلهم. هذا هو ضرب بالزاوية. لسيت عايش 10 على 10، مع هذا مسوي انفجار بس ما بيقتله. اوكي. هلا بنجي على الادوات او على الالات هذول اللي موجودين اخر شيء. اول شيء في عندي المنشار. المنشار اتوقع انه بس شغل تقطيع، فلو بحط عليه بني ادم المفروض يطعن شوف. خليني احط عليه بني ادم عادي. جاد ديب خيبة. انا ما بيخلي شيء ما بيقطعه. خليني احط لك واحد حديد. اوه والله قطع حتى هو حديد. ها منشار اصلي. ها زلمه حديد. خرب لي المنشار. ما اعرف شو اللي انفجر بس خرب لي المنشار. بعد ما يتقطعوا هلا نفتح البراد وبنحطهم فيه. اي بني ادم هيك بيقعد جوة البراد. استنى. نام. سطح. كفو عليك. وهلا بنسكر عليه. سكرنا عليه البراد. شو بيصير فيه؟ الله اعلم. صراحة. ما عندي اي فكره. وكان هالزلمه كمان كثير قوي. هاتلتين طلعوا برات البراد، ما صار له اي شيء بنوب. قاعد دايما اتكسرت البراد. نحط بني ادم عادي. نزل الزفت اللي برجليه. كان في واحد بيخليني اشوف الحراره، بس هيك بروده. المفروض يكون الزلمه ثلج هلا. المفروض هيك الزلمه ثلج. فلو الزلمه ثلج تقريبا يعني ها دمه ثلج كمان شوي. بس ما ثلج بشكل كامل، خليه يثلج. هي شغلي هالميكروويف هذا. خليني احطك بالمايكرويف، كيف المفروض احطه بالمايكرويف؟ استنى شوي. اتوقع لازم ارسم لك جوا. يب. لازم ارسم له جوات المايكرويف. هلا عم يحترق. يب حينشوي هلا. راح في عليه تايمر كمان. اوكي جيب هذا لما نحطه. خرب لي المايكرويف جاد ديمت. لا تحط حديد جوات المايكرويف. صغر راسك، شيل ايديك حطهم هون. بنبعدل شوي على الزلمه. بس مشان ما يخرب لي المايكرويف. اوكي هلا هو عباره عن بني ادم عادي. بني ادم عادي كل شيء تمام عليه، بس يعني حالته خاصه.
شغل مايكرو جاد ديفيد رجع خرب قالت لا احط هذا شغل عليه ترى هذا عم يحترق عم ينشوي الزلمة او هلا عم يتحرك زيت عايش سوينا الدجاج جوات المايكرويف اتوقع بس انه خليته يحترق شوي زيادة على اللزوم بدي اشوي هذا كمان في ناس تانين حط فيها الزومبي كمان بالله عليك اوعى ياكله حتى هو عم ينشوي يخرب بيت قرفك اوكي عرفنا هلا انه المايكرويف بيحرق كل شيء ما عدا الحديد هالزلمة ليش هيك صار شكله بيقرف خيبة هالزلمة بيقرف حتى هو ميت على العموم نروح اللي بعده حط بني ادم هون بس انا افتح عليه هالمكان سكر عليك بس انا اساعدك صدقني رسميا ما بحس انا اساعدك بده يطلع المسكين خيبة كيف ممكن اساعدك اخ اسف بالغلط ويل اقل شيء طلعت نصك طلع نص الثاني نسيته بالمي هذا هو عدم مغرى اوكي هذا تعال نشوف الديث نوت بما انه كيف اشغل الديث نوت كيف استخدمه نوب رسمت بني ادم هيك كيف استخدم الديث نوت شيت هذا غرق قاعد ديمت كيف استخدم الديث نوت اشتغل ديث نوت ويل هذا هو اشتغل بس كيف المفروض يعني بدي افتح اكتب فيه اتوقع اني فهمت لو بجيب بشر بكبس عليه اف ما بكتب اسماءهم بس بكتب شيء واحد من هذول البشر بشكل عشوائي حيموت الثاني مات الثالث مات والاخير هذا هو مات اوكي سؤالي هو كالتالي حطيت بشر بشكل عشوائي هيأثر اوه والله على اي واحد قاعد ديم حتى هالكبير خيبة وحتى عبسي كمان مات هذا مات اسوأ موت بالدنيا الله يرحمك حابين نشوف هالمنظر شوكي عم يوقعوا الكل وقع الكل مات خيبة قاعد ديم فجأة ما بعود في اي حركة بالماب كله الديث نوت من جد خطير حتى العمالقة بيودوا عرفنا شو هو اخطر سلاح بين الكل الديث نوت لانه ما بيفرق شو قوتك ما بيفرق شو حجمك ما بيفرق مين انت حتموت اوكي شغل محرك اوه شت فتحت البوابة اخيرا كنت عم احاول افتح ثقب اسود عشان انظف علمو هذا كان كل شيء اتمنى ان عجبكم الفيديو اتمنى ان استمتعتوا فيه اذا عجبكم الفيديو واستمتعت فيه لا تنسى تسوي لايك تشترك بالقناة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومع السلامة.